الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه والداعين بدعوته والسائرين على منهجه وشريعته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم عبادته وكثرة مخافته ودوام مراقبته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الحق سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. برايك بسلمان خشكت بسلمان أمهمي بيك باب إيمان باورين دعاش رب العالمين كان سبحانه وتعالى رب العالمين وضع ما وضع بسلمان أهني على دخوشكت إن شاء الله. دعاش رب العالمين كان رب العالمين مهمية تركت مش حلالي بل ما ندت حرامي. رب العالمين مو مالت مو مجتمع مو كمال مو خلق مو أمتما بارزة اش حرامي نفس ما باقشكة أم حلال خرب نزك حرام ند إن شاء الله تعالى. رب العالمين طاعة مو عبادة مو باش يتما رب العالمين يدما بسلمانا فيري وهمي عالدا رب العالمين زيد يحسيبك إن شاء الله تعالى. وان باش يبكى تريك برازبنا خدي تعالى وعفو خدي تعالى وحشكرنا خدي تعالى دنيا ايضا والبن دنيا رب البو ويق رب العالمين مبتا بحشك ان شاء الله تعالى خلال ذي طاعتي دا ذي عبادتي. وان باش يبكى بسلمان كان رب العالمين وان باش يبكى تجهي سعادتي وخشي الدنيا ايضا ان شاء الله تعالى. رب العالمين ما بارزة اجبلا ومصيبة رب العالمين ما إصلاح كتن عيالي ما وكسكارت ما أمتا ما خلقي ما باجر ما قندت ما وباجرت ما هميا رب العالمين بختت من رحمة خدا ستارت كتن بارزتن إش قناها وبارزتن إش حرامي وبارزتن إش خرابي محافظة بكتن إش همي تشتايك وخدت على جرازي نبي وما هميا بزبر انتبه بختت من رحمة خدا وطوان مواطنا دوان جادا أيك رب العالمين إش من رازبت إن شاء الله تعالى. رب العالمين خارنا بحلال كتو ربين ورنشنا بحلال كتو إن شاء الله تعالى وما بهلة السر إسلامي وما بهلة السر إسلامي وأن ربنا بسلمان وتقلب سلمانا وجارك بيان دعاش خذي تعالى بكين رب العالمين ما بتجهي بسلمانك وبحشتا قال پیغمبر يا حبيب صلى الله عليه وسلم وقال انبياء وصالحين وشهداء ومقربين ان شاء الله تعالى. امين يا رب العالمين. بسلمان عزيز هر دائما يا معلومه رب العالمين دين فريكري بو بشريتي بو عالمي دابشين هر وكي خده تعالى ذك بسا دا تهجيب برحمه خده تعالى دا مستحق نبن بعقوبة رب العالمين سبحانه وتعالى جبلهم بدين تفريكري وبيغمبر تفريكري عليهم الصلاة والسلام. النظام خده تعالى قلنا خده تعالى يا فرز سرفرازة وجه ريكا راستا وجه عدالتها وجه سرفرازية الدين الدنيا دا ريكا خلت وريكا شيطان يا مقابل ريكا رب العالمين ريكا شيطان قال خلت قال حرامي قال غش قال حيلو حوالا او ريكا شيطاننا والعياذ بالله. هل دعاش خده تعالى كان خده تعالى مشفان ريكا بارزة كود بجني سبل القرآن بيروز دا بس ابا ريكا شيطانيا والعياذ بالله ريكا خسارة كي الدين والدنيا دا فرب العالمين في امة بارزة شفان كورا ريكا ان شاء الله تعالى. حقي وقت تيدا قوتن هل هدف حقي اوك وخلق بيرا خلقي بتبا
ومن بس حقي وحقي بكن وقتين حقي تتجوتن يعني تشتي خلت تتجوتن تتجوتن الناس ما بين دي تشكي بخلتها وإنما مش بين دي يعني من أجل خطأ نفسه وإنما بهذا الشيء أوى وخل خجبتها باس باش يعني خل جدير كبير هرديسة بمصلحته بشري جبر هندي تيتا قوتني وإلا شر نوي تقوتني أو منكر نوي نقوتني جبر هندي تيتا قوتن دو خل خجبتها باش دو زان أبا خلتها أدخل بات شو رب العالمين حسك سبحانه وتعالى أن بعسي غشي في البيع والشراء بكين يعني حيلو حوالا اذكرينو فروتني دا تقريبا يا خاصبو او ذي قابل بيشك برفراتر هندي قضايا دي تركو على قد قلل في موضوع هاي تمامية في موضوع ان شاء الله تعالى تطبع ذو كذا ان شاء الله اقر خد حسك هندي وقت ما هي دي بعسي هندي كدي كان رب العالمين مقدما ان دعاش خد تعالى كان خد تعالى ما بصلونا باريزتن شمي خلاتيا ايكش اكو غشت دا تتكلمي بسلمانة عزيز يا معروف معروفة قالك وقالك خلط اللبن بالماء انا قضيك خاصة حقيقة واز بوري ماجي ويا بلا ضايا يعني مثلا شيري ان البان مشتقات الالبان وقت مثلا اوضيت كان النوف دا طبعا بالتاكيد ابا بالتاكيد ابا غشة يعني تبين ابيتن غشة غشة يبقى بحد بسلمانة عزيز طبيعي رب العالمين اف نعمته دايما شيرة وعرف تشتش بازي تشبت بازو وحيواني يعني دايما كان نعمته حلال وزلال وان بقوين بس وقت ما بكس باخو امرابون ان هندك شما طبعا ما همي هندك مثلا نفسوان طمعا بو باري طمعا بو زيدة بيلي طبعا بو الى 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 اخرين والعياذ بالله رب المحاولة بكتن يعني مثلا غشيت نظي مثلا الشيري دا بكت والعياذ بالله طبيعي اذا يدست خو خو الشيري خده تعالى دا رزق خو حرامك يعني والعياذ بالله وبيبتا عذاب نعوذ بالله يعني جارك اسبز موقفك صحابي مبارك ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر رزمنا خد تعالى لابن لوم ايديك ندي الشيري ذي بري خد تزانت يعني علامات تويك وعضا كليا النفضة قلت فلان كاس قد شيء قلت الشيرة قلت شيني كي قلت دفروشم قلت باشا بلا تتت هذا وقت تتراس المحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى رجع قيامة المحشرة تظن لي برفوني مين اطلاقا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم خلاص تو عمل اخو يرجي وقت يقول تتخلص اللبن من الماء أردت دشكين حالة دشبة يعني أجل يرجي يقول تتدورة يا فلان كاستا أو ما كيف ينظي مادي هر مادة سائلة بقلب سلمانة بس مثلا مدبجين يعني مثلا الشير وإذا تشتشت مثلا روم بيت سوائل وتشتأذي أن غشيت إذا بتاكين طبعا أخذنا مع عامة يعني نبس الشير بتتا شيري جداك او اوضي جداك تدس كي مثلا تدور وجبي تتشم طبيعي علماء ما خد تعالى جرازي بيجن دي بيج نوان ورا شيري جداك اش اوضي يعني اوضي برخكي فرز بكا وشيري بر اوه بوشنا بيجني طبعا ابا بتاكل نشد تحقيرا له إهانة دو إهانة ويبتاكلني دو رزيل ببتن دو فضحيتن از بيجن شاخ تشجي از بيجن بترجي خلاقيتن بفضحته فقط بفضح دهت قوي بتشي ديتا قلت ها دريت دورة جيب كدري ويا ربي باس ناشم اجيت نشياي اريت انا صاني هذا حرامة ام دراتا قلتنا في غبر حبيب نبو صلى الله عليه وسلم وقت قلت من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار او يغشي الغير خبكتن او نشمية نش امتامية نش دين ميا نش منهج ميا نفكر ميا نمشوع ميا نصر أخلاق وطبيعة ميا وألي مكر حين حوالا بكتن أو مكر حين حوالا ودقل خضانوان في النار جهنم ميدانا أبا نتا طبيرتا يا ربي با يعني خضان عياله وإلى آخره ومزيدا من المال وإلى آخره أبو هريرة قلت باشا تدش كي يروجي قلت يا صاحب رسول الله رحت متوبة قلت بخو توبتك بيت حوالي ذي محكمة بي
أبا محكمة قدلة كما زنها الهيري كذب ربانيل تناكد نبرقيات ولا فيتامينات لا واو ولا سين ولا دال ولا عشيرة ولا حماية ولا رعاية أبدا ويأتينا فردا تو عمل إخو ويرجي تقالك تنقضي دنيا خو دنيا دين خو ندب دنيا أما بالعودة يا بركات باشا تغشيت كتك يعني يا